والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. والنهاردة ريفيو للعبة سنايبر إليت نازي زومبي ارمي. تهيألي اظن ان انا قلت كده اسمها صح. القصة بسيطة جدا ومش معقدة. القصة عبارة عن هتلر خسر الحرب، فالحل ان هم عملوا جيش مكون من الزومبي اللي يحاربوا فيه وبس كده. الجيم بلاي ممكن تعمل كفر على الحائط، لكن للأسف مش بتقدر تتدحرج، مع ان عنصر ده مهم جدا بألعاب المنظور الثالث. تستطيع ان تعمل ايمينج على الأسلحة، يعني قصدي ايمينج على الأسلحة يعني مش سكوب زي كده، لا ايم، تضغط كنترول تعمل ايم يعني، ودي مهمة جدا دي برضو، انك تعمل ايم على السلاح السنايبر عشان لو الزومبي قريب منك. وممكن تاخد ذخيرة من الزومبي لما تضغط على زرار الاي، تاخد منه ذخيرة. ممكن تضرب الزومبي برجلك بالضغط على زر سبيس. واوعى تفتكر ان الزومبي ضعيف، بالعكس الزومبي قوي جدا، يعني ممكن ضربتين ويوديك ورا الشمس، وخصوصي لما يتجمع عليك هتحس نفسك كده. لكن مع ذلك هتروح ورا الشمس برضو. لذلك احسن طريقة لما يتكتروا عليك انك تجري، وعلى رأي المثل الجري نص الجدعنة. وغير كده ان هما الزومبي يعني هيكابر ومش هيموت غير لما تضربه براسه. وافضل طريقة لقتل الزومبي يا اما عن طريق انت تضربه في راسه او تضربه في قلبه، هيموت من رصاصة واحدة. وكمان في زومبي معاهم اسلحة، مثلا في زومبي لابس مفجرات، واول ما يقرب عليك بيفجر نفسه، لذلك لازم تكون ردة فعلك سريعة وتضرب على طول على القنابل. وفي زومبي تاني بيكون مع قناص وبيضرب عليك من مكان عالي، وأيضا زومبي تالت ومعه ماشين جان. وفي كتير، في زومبي كتير، لكن دولت اللي هتواجههم أول اللعبة. وفي زومبي شبه الوحش فيدر اللي في ديد سبيس، هو هيكل شبه الوحش اللي موجود في ديد سبيس 3. والجميل لما تضرب الزومبي براسه بيوريك الرصاصة وهي طالعة، وبتقدر كمان تعمل فري لوك للرصاصة، يعني عشان مثلا تستعرض الرصاصة بالماوس وهي ماشية. وأحسن شيء لما تخترق عظم الزومبي، مثلا ايده ودماغه وجمجمته، بتحس انك عملت انجاز عظيم. وممكن لو في اكتر من زومبي ورا بعض الرصاصة تخترقهم كلهم، ورصاصة واحدة مثلا تموت 3 زومبي ورا بعض. والأصوات جميلة جدا، الساوند تراك رائع، وأصوات الأسلحة رائعة جدا، لكن أصوات المتفجرات ضعيفة شوية، وأصوات الوحوش مخيفة جدا. وهيجي عليك وقت هتدخل على بيوت وتسمع أصوات صراخ الزومبي المستفزة جدا، فهتتسائل يا ترى الصوت جاي منين جاي منين جاي منين، وفجأة بلاش ما أقولك هيحصل ايه، يفضل انك تكتشف بنفسك. ونصيحة، يفضل انك ما تعطي ظهرك للأعداء عشان يعني كده. والجميل في الأصوات إن هما لما الزومبي بيهجم عليك بيشغلوا لك الموسيقى. إضاءة اللعبة بتفكرني بلعبة ألان ويك. المؤثرات في اللعبة جميلة جدا، مثلا لما تضرب على الزومبي بيصور لك فيزيائية الرصاصة وإزاي بتخترق الجسم أو بتخترق مثلا الدماغ. وكمان الظلام جميل جدا وملائم جدا للعبة. هتحس بملل شديد باللعبة لأنها أولا مكررة بشكل شديد وملهاش أي هدف، يعني كل ما عليك إنك تمشي وتقتل في الزومبي. لكن اللعبة كجرافيك وأصوات الصراحة جميلة جدا. وصحيح قبل ما أنسى، هتلاحظ بعض الجليتشات في اللعبة. وبس، تقييم اللعبة 6/10، ورب الريفيو يعجبكم، واعملوا سبسكرايب للمزيد من الريفيوهات. وكان معكم أحمد، والسلام عليكم.